وريته النهارده الجارونيا، وهي النهارده الجارونيا المكتبه دي جارونيا اهي، دي جارونيا اسمها جارونيا قدير، دي الجارونيا العاديه الخبيزه جارونيا عاديه، ودي جارونيا مداده، في جارونيا مداده وفي جارونيا قدير. دي مداده دي بتمد وبتدى ازهار جميله جدا، كل البلكونات المفروض بتبقى عليها الجارونيا المداده دي، اشكال رائعه وجميله جدا. الجارونيا قدير اهي جميله، وجارونيا قدير دي بتتزرع بالبذره، بتبقى في منها حوض، يعني كل سنه لازم تزرعها. الجارونيا اللي هي مداده بتبقى مش سليمه مش حوليه. شوفوا المنظر الجميل بتاعها، شوفوا المنظر الجميل بتاعها، عاملينها ديكورات ازاي، شكلها جميل، عامله منظر رائع بصراحه. الجارونيا اللير سهله، سهل جدا في التكاثر، هي الجارونيا المداده يعني يا دوبك بتقطع جزء من الشتله وتشيل ورق من تحت وبتغرسها في القصيص، بيكون في بيتنس بلايت وكابيتو لايت على طول يعني. طبعا لو كنت غرست متكاثره في الهرمون بتاع الجذور بتتدرج بسرعه، لو ما فيش هرمون جذور بتضطر تجيبه قرفة، يعني معلقة قرفة مع معلقة عسل، تمام، بتضغط فيها بتنزل فيها السق بتاع النبات، بيبقى عامل زي هرمون الجذور بالظبط، وبتشتغل حلو جدا. يعني مفيش حد بتفشل عنده جارونيا، زراعة الجارونيا زراعتها سهلة، مفيش حد بتفشلش يعني، بتنجح بسرعة يعني. من الحاجات الجميلة حتى لو حطيتيها في كوباية مية هتجدر وهتبقى تعمل جذور وتبقى جميلة جدا. الحاجات الرائعة يا ريت الكل لازم يحافظ عليها، وفي ألوان منها جميلة جدا زي ما انتم شايفين، في البامبا وفي الأحمر الجميل ده رائع، وفي البامبا الفاتح، وفي الأورنج، ألوانها رائعة يعني بصراحة. من أجمل الحاجات في الربيع إنك تتفرج على الزهور الجميلة ديت وإنها تبقى مزهرة بيتك، من الحاجات الجميلة. شوف الأزهار بتاعتها شكلها عامل ازاي، رائعة يعني، جارونيا من الحاجات الرائعة الجميلة اللي كلنا بنحبها بصراحة جدا. لازم الربيع لو مفيش جارونيا في البيت مش هتشوف الجمال والحاجات الحلوة دي في الأزهار. كل يوم بتزهر زهرة لسه جديدة اهي، كل يوم بتزهر زهرة جديدة، طلع لك زهرة جديدة رائعة يعني. يا ريت يكون الفيديو ده عجبكم، ان احنا لازم نجي ناخد هنا شكل الجارونيا من الجارونيا الجميله ديت، نفرح بيها في اليومين دول بتوع الربيع، هتكون معانا لغايه العيد وهي مزهره وروعه، رمضان كله والعيد هتبقى حاجه جميله جدا في البيت. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله تيجوا تلحقوا جارونيا الزهور هنا ان شاء الله. مع السلامه.